ابتدي معاك كابتن يحيى. يمكن اللي انا قلته في الانترو صحيح، هل المنافسه كانت شرسه؟ ليه كانت يعني الفوز كان صعب وكانت المنافسه شرسه؟ وعرفنا حتى نيات الجمهوريه كانت ازاي، يعني نتكلم باستفاضه عن البطوله. السنه دي البطوله كانت اصعب بكتير، لان مبدئيا في لعيبه كتير راحوا لنوادي تانية، يعني في انتقالات حصلت السنه اللي فاتت، فالنوادي كانت اتقل بكتير، زائد ان هم بيدعموا من الناشئين اصلا، فكان المنافسه قريبه جدا لحد اخر لعيب على اخر جهاز، يعني الدنيا كانت صعبه جدا. احنا قاعدين ما حدش عارف مين اللي هيكسب، يعني اول ثلاث فرق فرق ما بينهم صغير جدا، اعشار ها بالظبط، يعني فرق ما بيننا وما بين المركز الثاني للمؤسسه العسكريه 6 اشهر، وما بيننا وما بين نادي سبورتنج كان درجه و20، ففرق بالزبط. صغير جدا. يعني بنخبط يعني هو في بعض. 6 اعشار ما بين الثاني والثالث كمان بالظبط، يعني 6 اعشار ما بيننا وما بين يعني المؤسسه العسكريه، يعني كان ممكن المركز الثالث يبقى المركز الاول عادي جدا. المنافسه انتهت عند اخر لعيب نزل من فجاه الحظر على الثلاث مراكز، اول وثاني وثالث، ولا بس ما بين الاول والثاني؟ لا، على الاول ثلاثه. يا خبر ابيض يا جماعه، يعني لعيب واحد هو اللي هيحدد الترتيب بتاع الفجاه الثانيه. لا ده انا عايز اعرف تفاصيل، ده انت شوقتوني بقى. طيب النهارده يعني، طب كلمني اكتر، قول لي البطوله كانت على كام يوم، وصلنا ازاي، النهائيات اتلعبت ازاي، كم جهاز لعبنا عليهم، هل السته كلهم لعبنا عليهم ولا لعبنا على جهاز اقل، دخلنا بكام لاعب؟ لا انا عايز تفاصيل وديتيل اكتر. هو احنا البطوله بتبقى هي على يوم واحد، بتبقى لو كان يوم 30/12 بالظبط، تمام، هي بتلعب في يوم واحد، نهائيات فردي عام واجهزه وفريق. ممتاز. دخلنا احنا خمس لعيبه، انا ومحمد ومروان عبد الرحمن وعمر العربي، تمام، دخلنا احنا الخمسه على الست اجهزه، لعبنا الست اجهزه، وبناخد بقى احسن ثلاث درجات على كل جهاز. ممتاز. بتتجمع بقى الثلاث. انتوا الخمسه، عايز افهم حضرتك الاول. احنا الفجأة اصلا احنا مثلا بتاع 10 لعيبه. ممتاز. بعد كده بيحصل تصفيات بيختاروا منهم احسن خمسه او ايا كان، يعني انتوا الفريق 10 لعيبه، الخمسه اللي داخل البطوله هم احسن خمسه، احسن خمسه هم دول اللي درجاتهم هتدخل. ممتاز ممتاز. لما بنيجي نلعب بقى احسن ثلاث درجات على كل جهاز هي اللي بتتاخد، تتجمع على بس بعض. بس الخمسه كلهم بيلعبوا نفس اللعبه؟ لازم يلعبوا. يعني انتوا ما شاء الله الخمسه كلكم بتلعبوا الست اجهزه؟ الله اكبر، الله اكبر عليكم. هو ده دور الفجأة، دي الصعوبه طبعا. وكمان الخمسه التانيين اللي يعني ما توقفوش السنه دي بيلعبوا الخمس اجهزه، وهم كويسين جدا برضو، بس هو يعني طبعا بتبقى حسبه المدير الفني. ممكن البطوله اللي جايه الخمسه اللي جوه دول بره، ما هي كل سنه بتتغير حسب اللي جاهز، ودي رياضه يعني، حتى كره القدم كده.